عني حزين وترك موجوع الإحساس تسأل عن شدوى الأفراح يمكن الجراح من يكون باس تسأل عن شدوى الأفراح يمكن الجراح من يكون باس ما بشبع روحنا فرح زاي فبالك ناس وناس رسمت في وجهها سيما يا بنت يا نيل العاشق عاشق كل الفيل غنايك في كل الظروف يا بنت يا نيل يا بنت يا نيل العاشق عاشق كل في كل الظروف في الفرح اللي بيكفيك وعد وفال والحزن المودد ويشوف في الفرح اللي بيكفيك وعد وفال والحزن المودد ويشوف في سجون الدهر في خوفك في النار في البركان السامع يدمجن في الجوف يا بنت يا نيل يا بنت يا نيل العاشق عاشق كل في كل الظروف جرحنا عتابك يا باكيا عايزانا نغني غنى الافراح من غني والناس فلقى الضرع والفرح اللي فيك خلانا ولقينا فرحنا وانت حزين خلينا من الفرح الزايف بتعود افراحنا تلقى صراح رسمت في وجهها سيما الضوء بتغالط في الزمن القاسي رسمت في وجهها سيما الضوء عمر مساء الخير عليك، كيف الأحوال؟ الحمد لله تمام تمام. يعني كده برغم المأساة الشديدة كده في 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 الأغنية كده، يعني مستصحبة من بداية الأغنية لنهايتها، لكن أكيد كل الناس اللي بتابعوا الحلقة دي ب
بسمه يكون ما في اثنين ثلاثة كده. شكرا لك كثير وجودك معنا اليوم. كيف أحوالك الليلة؟ تمام والله الحمد لله. الحمد لله. بداية نبدأ يا عمر، أنت بديت تعزف ولا بديت تغني أول؟ أنا بديت أعزف أول. واضح لأنك متمكن جدا في العود ما شاء الله. شكرا لك سيد. بديت أعزف تقريبا 2017 أول. بعدها تلقى روحك حافظ بتدندن مع الشباب. من الآلات الوترية بتعزف عود بس ولا؟ بعزف عود فقط. عود فقط. ما حاولت والله حاولت فيها. بحاول في الجيتار بحاول بس لكن ما يعني فضل الأول كده على العود يعني. طيب البداية بتاعت الغنى جات كيف معك؟ يعني ما شاء الله صوتك جميل يعني، أكيد أنت بتقول لما بديت تعزف عارف إن أنت صوتك جميل. والله ما كنت مركز مع موضوع الغنى خالص. أهو بعد عزفت العود تغني مرة مرتين ثلاثة بتلقى إن صوتك الناس قبلته نوعا ما. بتبدأ بعد في مرحلتين تطور نفسك كيف. طيب بديت تعزف كيف؟ تعلمت العزف فيه؟ سيلف توك. حد مركز ولا كده براك؟ سيلف توك. شغل فيديوهات لحد الآن بس. لكن حس حاليا حبدا مع بيت العود. في الخرطوم إن شاء الله. الحس إنه تحسن نوعا ما من طريقة عزفك. تحاول تحسن من طريقة صوتك كذلك بتمارين. هكذا. حتمشي بيت العود ليش؟ يعني عاوز تتعلم كيف تقرأ نوتة؟ عاوز أتعلم العود بصورة بروفيشنال. أو بيت العود ممكن تكون أحسن مدرسة موجودة حاليا هنا. تتعلم منها بطريقة بروفيشنال العود. مشيت بيت العود شفت الناس. مشيت شفت الناس الشغالين. الجو بتاع كذا يعني. احتفاء كويس. شديد بالعود. أي حاجة كويسة خالص. كان زول بحب العود بالنسبة لي ده تارجت لازم أوصل له. جميل. طيب البداية ذاتها بتاعت الغنى يعني أنت أول أنت قلت لي أنت بديت تعزف يعني بديت تعلم نفسك إنك أنت تعزف العود ذاته لقيت وين؟ العود أخويا الأكبر مني في البيت أصلاً ممتلك عود وبيعزف طواله. ففترة من الفترات كده هو سافر خلى لي العود قاعد في البيت. شلت العود باليوتيوب. استلمت الراية. العود باليوتيوب. هو سافر ودلقاني أنا بعزف. بعدها هو بقيت مواصل. الغنى انت قلت لي انك انت بديت تغني مره مرتين الناس بدات تتقبل الحياه دي. انت كنت قاعد تغني وين لما بديت تغني؟ والله في البيت في لمات الشباب كده في الجامعه. لما كنت لسه في الجامعه كده تاخذ معك العود الجامعه كده وتدندن للشباب. والله انا يعني في فتره الجامعه ما كان في زول مركز ان انا بعزف. لكن يعني الشباب بيقعد دندن وبدندن معاهم. بعدها برجع البيت بتمرن في العود ثاني بواصل بمشي حته لحد ما فتره انه بقيت اعزف واغني دي هسه قريب شديد. انا كان يا بعزف بس يا بغني بس. طيب نحن ندندن تاني نغني تاني يا عمر. نغني تاني. نغني تاني. Thank you.
البعيشة البعيشة في صحوتي أو حتى في السلم شكرا جميلا والله يا عمر على الرائعه دي كده يعني اديتها ممكن يكون شكل كده من بصمتك انت يعني كده واضحه فيها جدا يعني كده هي اغنيه جميله جدا واحده من الاغاني محببه لي ولكثير من الشباب كده انت لما بديت تغني في بتسمع لمنو كنت او بتحب يعني تردد اغاني منو كنت منها فنان والله ما مفضل بعينه لكن ممكن الغالب مصطفى يعني اكثر ناس انا سمعت لهم من انا صغير سيد خليفه العطبراوي دي ممكن الثلاث ده أكثر ثلاثة أنا سمعت لهم كثير خالص لكن معظم الفنانين
الرواط او الحقيبه تلقى انه انا بكون سمعت واحد اثنين ثلاثه بحب الاغنيه بحب الاول البوم كامل وهكذا. طيب تجربتك الخاصه، انت عندك اغاني خاصه؟ والله يا دوب يا دوب بعد في اغاني خاصه مع كذا واحد منهم يعني خوج الهاشم الدعاني واحده في واحده كانت كلمات وهيب بكري او اثنين حاليا في واحدة كلمات محمود أنور بس لسه في كده طور التلحين والتسجيل الفترة الجاية. طيب نحن ممكن نسمع واحدة من أعمالك الخاصة؟ والله هم أساس لأنه ما في رغة فمزيكا مركبة شوية. لا أنت لما غنيت الأغاني الجميلة دي بالعود كده سي لما بقت كده على أعمالك الخاصة لازم يكون في فرقة كاملة والله مفروض. ولا ما جربت أنت تغنيها بالعود؟ لا بالعود ما جربت. ما جربت تغنيها بالعود. طيب يعني يمكن يكون احنا في خواتيم حوارنا معك ده يا عمر كده كنا بنتمنى انه لكن ما مشكله يعني احنا استضيفك يوم ان شاء الله كده ممكن تكون كل الحلقه تكون اغانيك الخاصه كده ان شاء الله كده وحخليك انت يعني تقدم اغنيه ثانيه تقدم عمل ثاني حنختم به الحلقه ان شاء الله. شكرا لك كثير وجودك معنا اليوم ما شاء الله صوتك جميل وعزفك اجمل كل التوفيق ان شاء الله دائما يا رب. شكرا كثير يا عمر وشكرا لكل الناس اللي تابعوا حلقتنا اليوم من 24 قرات ولحد ما نتلاقى في مساحات ثانيه تقبلوا تحياتي وفريق عمل اليوم وحنخليكم مع الشاب الجميل جدا عمر حميده. Thank you.
بنسى واللي بكل صراح هل النسيم قلبي ماله اليوم